يا حبيبي يا سلام يا سلام. ما عجي طالع عجي ما عجي سهل. طبعا عمران والله لو نقعد نلعب كل العاب الكره عبر التاريخ كلها بتخسر صدق. طب خلينا نكمل الجيمه هذا. يلا يا اخي اسهم ماني متعود على اسهم يا اخي ماني متعود على اسهم صعبه. ابو العب زيك ولا والله. طبعا انا وعمران الجهاز اعطونا اياه هواوي اوكي اسمه ميديا باد ام 5 برو جهاز لوحي جديد من عندهم رهيب مره شاشته 2K في اربع سماعات سبيكر يعني الصوت جبار. انتم ما تسمعون الصوت معنا بس الصوت رهيب مره. طبعا مقصرينه شوي عشان ايش؟ عشانه عالي اول شيء والله جدا عالي عشان تسمعونه بس الصوت رهيب. ايش سوينا؟ ركبنا عليه محاكي شغلنا العاب دريم كاست العاب بلاي ستيشن 1 وشيء الارهب من المحاكي انه الجهاز قدر اركب عليه ايادي الاكس بوكس. تخيل مو يد واحده يدين ومره سهل ومن غير برنامج مره من جد حركه رهيبه. كل اللي سويناه شبكناهم بلوتوث كاننا نشبك اي سماعه هيدسيت ولا اي شيء عادي يطلع لك في قائمه البلوتوث وتشبك عليه مره رهيبه. ثم سوينا الاعداد في برنامج المحاكي وقاعدين نلعب بيدين على نفس التابلت. يا اخي والله قديمه اللعبه. عمران لا تصرف طالع طالع بس ما فوز عليك طالع طالع والله على انت يا اخي اكس والله بلنتي اكس اكس يا شيخ. واه شوف يدك بتستوتا. اي صح لازم نخبي اليد بتستوتا كبير والله يا صمت كبير والله يا شوتا. ايش رايك؟ ايام لما في عز 96 26 قصدي يا لطيف. قولي 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 الياباني يا اخي شيء. كان في سيف كان ياخذ مساحه كبيره قسما بالله. وانا قاعد اعيد اللعبه من اول اوكي اللعبه لا زالت حلوه اقسم بالله اللعب للحين ها اي صادق فعلا. والله ما تحس انك اوه وش ذا القدم وش لا 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 الذهب يقول لك ما يصدق من جد يا اخي ايش ايوه يا سلام يا ابوي يناول متاخر ذا نقلك نقلك كافر ذا الفله ليش تقطع الكوره شايفه لا يا اخي تعيس ايام زمان يا اخي يا دوبك تجري تلاقيه فلت على طول يا اخي معك ما تسكت يا اخي ولا كل اسمه ذا نفس 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 والله تتذكر والله ها عيب عليك عيب عليك. طبعا مو كل الالعاب لازم تلعبها محاكي في بعض الالعاب موجوده في متجر اندرويد نفسه وايضا يدعم اليد يعني مثلا عندنا هنا هذه لعبه كريزي تاكسي مين يذكرها شباب لعبه اركيد رهيبه خلونا نلعبها اوكي. طبعا نشوف ريزولوشن عالي ورهيب سيجا سمعت ياي والله ايش هذا اي اي اوكي زباين زباين لا تدعسهم زباين هذولي يا اخي طالع رهيبه والله طالع رهيبه والله الرسوم عاليه في ايوه بس انا كمان متجر اندرويد هذا والله شيء حلو الصراحه مره وايد. طبعا جرافكس ايام دريم كاست بس ان اي بالنسبه لنا اللي نشوفه شيء كويس لما ترجع ايام زمان لو دحين نشغل دريم كاست نشوف كل شيء بخيال ما في زي جراند ثيفت اوتو ما يديك شرطه هنا بس ما عندك دفاع ساعد انا باللعبه دي هذه لعبه اقسم بالله صاحين ما عندي مستحيل حتى لو حجبته في الجدار يخش وسط الجدار. طب انت مره ما تشتغل كانك تاكسي ركب احد يعني ركب واحد ثاني يلا هذا هذا اللي فرمين ايوه فرمين اركب اركب حيوان هذا الكيبل كاستر يلا وصل الحين هوز فيه يمين شمال تنطيل وحبتين يلد وعداك العيب والله قاعد يدفع لك ايوه عشان يدفع لك فلوس ايوه اشطب اشطب الناس ايوه بس صح 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 ايش مالك انا مقفل لا لا مو انزل ايوه انزل انزل اوكي قال لك نورمال ومسيء نورمال مع بعض نبغى واحد كريزي كذا يقول عليك يور كريزي هذا هذا كيف اركب اركب يلا ثاني ابو على البحر يقول يروح يلا سطحه ايوه طيره طيره اللي قدام اللي قدام اللي قدام اللي قدام اللي قدام هذا رهيب هذا رهيب طالع طالع افا يا بعد هذا شباب يا ولد والله دفع لك 5 دولار على طول 5 والله دفع لك 5
مرة انبسط من اللفة. يا سوري واحدة ثانية مع جولي. أبا ما سويت أسعى سبيدي. حلو. طبعا هذا الميديا باد M5 برو من واوي يجي معه قلم نسخة البرو. طيب وتقدر تشتري له هذا الكيبورد عشان تستخدمه كجهاز لابتوب، بس إذا ما تبي ولا تبي تلعب باليد حتى تقدر تفكه بسهولة، يصير معك جهاز لوحي تشيله معك. رهيب الشاشة 2K دقتها عالية ألوانها رهيبة، الجهاز عليه بطارية قوية جدا، وأيضا يدعم هارمن كاردن. هارمن كاردن طبعا شركة معروفة بالصوتيات. أنا وريتكم وشي اللعب، وريتكم اللعب على التابلت باليد وكذا. طبعا الناس كلها تحب تلعب احيانا وانت طالع وانت رايح بيت خويك وانت قاعد في البيت ومتسدح الكنب، في العاب ودك تلعبها بس تاتش كذا لمس. حتى العاب الاندرويد الجديده رهيبه، رهيبه بالجرافيكس، رهيبه بكل شيء. هذه تكل مثلا طبعا اللي يساعد هنا بالاضافه لاربع سبيكرز من هارمن كاردن، والصوت عالي جدا اسمعوا. اوكي عندنا برضو اوكي البرايتنس حق الشاشه هنطلعه جدا جدا عالي ما شاء الله. طبعا احنا هنا عندنا اضاءه قويه ف حولنا عشان التصوير وكذا، فنحتاج برايتنس عاليه، وما كذا طالع الشاشه رهيب مره. شاشه 2K خلينا نلعب تكن، خلينا نشوف كيف طالع معنا. يلا فايت، شوف الجرافيكس يا شباب، تخيلوا هذا على جهاز محمول، والله شيء. نايس جرافيكس رهيب، شاشة 2K طالع خرافي مرة. هذه لقطة بوريكم وأنا قاعد أتفرج تريلر واحد من الأفلام على الشاشة، وبعلي الصوت على الأخير، خليكم تشوفوا معي. قاعد تسمعون الصوت من المايك حقي. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. باختصار جهاز ترفيه متكامل، تبغى تتفرج عليه افلام، تبغى تلعب عليه العاب بسيطه باللمس، تبغى تشغل محاكيات زينه وتشبك ايادي وتعيش زمن الطيبين على قولتهم. جهاز رهيب الميديا ام 5 برو من هواوي، الحين متوفر في السعوديه، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. يعطيكم العافيه على المتابعه يا شباب، لا تنسونا اعطونا لايك، اشتركوا بالقناه انتم مشتركين، فعلوا الجرس، وباذن الله نشوفكم في فيديو قريب. كان معكم حمد البسيمي، مع السلامه.